أمير المؤمنين في يوم من الأيام سمع أن شريح القاضي اشترى دارا بثمانين دينار. اسمع، شريح قاضي يعني على السلطة القضائية بالمصطلح الحديث. سمع أمير المؤمنين شريح ابتنى دارا بثمانين دينار. يعني شون هسه البعض اللي يجي هم بالسلطة القضائية ويبني لفرد بيت بثلاث مليارات، مليار ونص، مليار. سمع الإمام شريح ابتنى دارا بثمانين دينار ذهبي، أرسل في إثرة، تعال قل له. إجا شريح قال يا شريح سمعت بأنك ابتنيت دارا واسعة بثمانين وأشهدت عليها شهود وكتبت فيها كتابا. شون يعني الطاب العقاري؟ قال بلى يا أمير المؤمنين قد فعلت. قال يا شريح من أين لك هذا؟ منين جبته؟ يا شريح اتق الله، فإن دارك محدودة بأربعة حدود: حد الموت، وحد الحساب، وحد النشر، وحد العقاب. مات ستقول لله تبارك وتعالى إن قال لك بأي مال ابتنيته؟ أبي مال المسلمين؟ فإن كان من مال المسلمين فكيف اجتمع لك؟ وإن كان من مالك فهو الإسراف يا شريح، وإن في الناس من يبات ولا زاد في بطنه. شلون؟ شلون أنت قاضي عندي بالدولة وتحط لك دار بثمانين؟ هسه تهدم الدار وإلا هدمتها. هذا علي بن أبي طالب. شوف شوف العدل، ترسيخ مفهوم العدل بالمجتمع.